لقاءات كلها مع نجمات الحقيقة، الفرقة 12 14 بقى القايمة كلها نجوم، وبيبقى يعني حاجة ما شاء الله. أي لاعب ينزل أو أي لاعب يلعب بيبقى إضافة قوية داخل الملعب. خلينا نروح لروزان نصر واستكمال اللقاءات ولقاء مع حبيبة محمد نجمة الفريق. اتفضلي يا روزان. من جديد برحب بيك كابتن هيثم، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كمان مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني فوز مهم وكبير اكيد في احد اللحظات. يعني معايا دلوقتي نجمه الفريق كابتن حبيبه محمد، بقول لك الف مبروك طبعا في البدايه، وبرحب بيكي على شاشه قناه الاهلي. قولي لي بقى احساسك طبعا بعد الفوز بلقب كاس مصر. الله يبارك فيكي. طبعا احنا مبسوطين جدا، احنا التارجت بتاعنا من اول السيزون ما نخسرش ولا ماتش ونكسب كل البطولات، فالحمد لله يعني دي البطوله الرابعه وكده ان شاء الله فاضلنا الدوري العام بس ونكون حققنا التارجت. واحنا كنا عايزين الماتش النهارده مركزين من اول ثانيه لاخر ثانيه ان احنا نلعب جامد ايا كان السكور، فارقين او مش فارقين، ان كله هيبذل اقصى جهده يعني، فالحمد لله ربنا وفقنا. الحمد لله. طبعا يا كابتن في اي مواجهه بيكون في طبعا صعوبات، يعني النهارده المواجهه ممكن تكون الصعوبات كانت قليله، ولكن قولي لي كده يعني اهم الصعوبات اللي واجهتوها النهارده. هنا الكابتن كان مركز معانا على الديفنس، وان الفرقه اللي كنا بنلعبها فرقه الجزيره فرقه بتجري، فقال لنا كلنا يعني نرجع بسرعه وكده، وده اللي خلانا يقفوا بيها. يعني تحبي تقولي ايه بقى لكل جمهور طبعا الاهلي بيتابعك في كل مكان؟ بشكر كل الجمهور طبعا على دعمهم، يعني هم اكتر ناس بتحركنا يعني، ومن غيرهم احنا ما كناش هنحقق حاجه. كابتن حبيب محمد بشكرك طبعا، والف مبروك بالتوفيق ليكي دايما. كابتن هيثم ده كان لقائنا اكيد مع نجمه الفريق كابتن حبيبه محمد، بشكرك وعوده ليك مره ثانيه للاستوديو. شكرا جزيلا روزان. ويمكن